بغيت كاع نوصل، حتى الا بغيت نوصل ما نقدرش. طرقوان كاع محفرين، كي ندير نوصل انا؟ شوف شوف، خليني راه تعرف حق الرب اللي حياتك راه ضايعه، راه حامض بصح بنين. الرب الله بخير يا فاضل. شوف راه اخر مره انا ولي نهضر معاك. روح الله يهديك، روح طلبوا ربي يتوب عليك. طلبوا ربي عقا الرب اللي باخر. انا قريت في التاريخ. منين كان تاريخ؟ قبل ما يولي تربيه نسويه. قريت بلي كان منين يجي الزلزال سيدنا عمر بن الخطاب يوطى على الارض ويقول لها اهدئي. الزلزال رضا، هو يجي الزلزال ورضا نتاع عبد القادر. انا قريت بلي كان واحد الراجل سميتو طارق بن زياد. هذا طارق بن زياد كان امازيغي، هو اللي فتح الاندلس. عمر ما كان شي مشكل ما بين العرب والامازيغ، كانوا دائما يدو حدا. هو اللي فتح الاندلس. انا كي بغيت نعرف طارق بن زياد كي دار فتح الاندلس. طارق، طارق، من يطرق بابا طارق؟ شو طارق، من يطرق بابا طارق؟ حق الرب اللي سكرت. طارق، من يطرق بابا طارق؟ الله اكبر، الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مال امك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قولي انت بسم الله الرحمن الرحيم. طار انا واحد فينا خصو يطير. بسم الله الرحمن الرحيم. اصحاب يا ويلي، انا طارق بن زياد مولا ولد الحرام اللي مشيت نصرف لي. انا يهودي المشاكل وزلت وزيد الشراب على راسي. شكون انت؟ انا طارق بن زياد، ناديتني وجئت على توي. هادي شحال وانا ننادي على كات كات، بلا عمرها ما خرجت. هادي شحال وانا ننادي على فيلا، بلا ما خرجت ليش؟ ننادي عليك انت تخرج لي، ماشي مولد انت. من انت وماذا تريد؟ والله ماني عاقل واش تخرج لي الخرجة العوجة وجاني بيزار وتقول لي من انت؟ دفنوك بالقمشة والسروال طارق. لقد جئت من اسواق السلابي. ألم تسمع ما قلت؟ لا سمعت، ولكنني لم أستوعب. لقد رأيت في عينيك السهامة والمروءة، ومن الآن فصاعدا أنت ولي الأندلس. رأيت في عين المروءة؟ ولا تسعفني غير عفوت على عيني. هضر عاد عقل على الولايات بالأندلس. العربي الأندلس بخير؟ لا راه بخير عقا الرب. الحمد لله. انت جيت من قبرك نيشان ما تلقيت حتى واحد. سوى اصحاب الجماري اللي خاب عليهم على قسما بالله. قل ماذا وقع للاندلس؟ لا تخاف الاندلس يا نعم. قلت عليك مره نعم. هو اندلس نعم. ماذا وقع يا عربي؟ ما وقع، ما وقع الاندلس. راني لا الخمر ما تغوتش من امك. كيف خليتني؟ راك جاي تحاسبني ولا راك جاي تعرفني؟ هذه فاشيه. علاش انت ما ديتلهاش قبل ما تمشي؟ عطيني النيميرو تويتر تاع الاندلس، تمشيو للامم المتحده نقول لهم السيد راه تيديها محطه. كيف وقع هذا؟ راني عارف، انا حسابك. علاش منين فتحت الاندلس حرقت كاع دوك البابا؟ لكن كانت خطه. ودابا حنا فاش غادي نحرقوا من الحرق؟ تنفخوا كلش. وانت راك عاقل من فتح الاندلس؟ نعم. هذيك الوقت من راك عاقل؟ نعم. هذيك راك عاقل؟ نعم. هذيك الوقت من جبت راك عاقل؟ نعم. كان عندك الصيف الماضي يا نعم راك عاقل؟ وقلت لهم البحر من عدوكم والوراء من بحركم. لا اقول هكذا. البحر من عدو. لا ما اقول، لقد قلت البحر امامكم والعدو وراءكم وليس لكم الا النصر. قروا لنا غلط. الرب اللي قروا لنا غلط. لما نعرف كاع العدو في الراه والبحر في الراه، وانا عارف حتى حاجه. راه انا كي عايش هنا
تقتلوش. ما نسمح لكش تقول هاد الهضره، ما نسمح لكش تدخل وتخرج في الهضره. تحرمك لخاطر راجل قديم، ولكن واخا حنا نسا جداد ما نسمح لكش حتى وين ضاعت الاندلس. لازلنا والحمد لله نحافظ على الطرب الاندلسي، حتى وعند ضاعت غرناطه لازلنا نحافظ على الطرب الغرناطي، لازلنا نحافظ على الطرب الغرناطي. وبين الطرب الاندلسي والطرب الغرناطي الى القصور العربي. هذه فاجعه. ما فاجعه مو كارثه. غير تخرم هاك دير زغمات ولا مخير. غير تخرم زعرا زعما ديرش بالك هاكا راه السكر غيضو والطونسو طقطق لك شي عرق، راه امراض خطيره اليوم والكورورا ولا ما عرف كي سميتها هاد المرض. هاك دير يا عربي انا عندي وعد لك. شوف لك انت تحقق لي شي ارض، شوف لي شي ارض تكون زوينه وداخله المجال الحضاري، طلع فيها عماره وندير لك قبرك في الدوزيه. يا عربي من انا فصاعدا انت ولي العراق. راه الويسكا صعار يا نسوان فين بغا يصيف الصيف. الحمد لله على المغرب ياك راه دارهم بغا يصيف الصيف العراق. يا عربي واخا ما حناش ناكلوا الحوت بزاف وغالي، ولكن بعدا نخرجوا لك زي كسوتنا ونتفرو نعسوا مع ولادنا ومع خوتنا. العراق العراق بخير. تراكي راك داير اضمن العراق بخير. لا راه بخير. شو تقول له العراق؟ شوف راه صار له بحال ديك المره اللي ما طلقت ما قعدت تضرب. كيف؟ العراق العراق تدخل له واحد الميكروب جديد. ما اسمه؟ والله ما نقدر نقول لك. قل ولا تخاف. نخاف وراه الدعوه انا ملغمه قلت لها مزيان. قل على مسؤوليتي. على مسؤوليتك تدخل قبرك ولا يعلقوني. يا عربي لا سأخذ
وكلب ولا خلاط امك راه عندهم النواوي وعندهم الكيماوي وحنا عندنا الكيفاوي والقمعاوي. رجع طريق طريق اصاي نخرجوا من فلسطين مال مالكم اويلي خرجوا خرجوا يعطيكم الدل احا خرجوا شوفوا احنا رجال العرب كي ولينا خرجوا ما بغيتوش والله تعاقبكم ربي تفو خرجوا ما بغيتوش تاكلوا فيها السم ان شاء الله ما بغيتوش تخرجوا ها احنا خارجين هنا وغادي نتلاقاو عند سيدي ربي ونشوف تبارك الله عليك. شكرا جزيلا للكوميدي العزيز يوسف حمدي وانا كفلوت صحابي غادي يجي وحده ولكن